عم يبتزني كرمال المصاري. بس يا أختي كيف ممكن يصير هالشي؟ هذا ممكن يا بيان، ممكن. هالأيام التكنولوجيا تقدمت كتير وممكن ينعمل أي شيء. بيال أنت بتعرفي قديش قلبة لأمك ضعيف، ولو كنت قلت لها كل شيء ما كنت بعرف شو كان ممكن يصير فيها وقتها. لهالسبب أنا فكرت بإني أحتفظ بهالشي كله ويكون سر، بس أنا ما قدرت أتحمله كله لحالي، ولهيك أنا قلت كل شيء لعمتي لتكون جنبي. بس يا أختي أنا بشوف إنك لازم تقولي لهم كل الحقيقة، لأنه رح يجي وقت هن رح يعرفوا ويكتشفوا كل شيء. يعني إذا أنتي ما صدقتيني كيف هن رح يصدقوا؟ أنا آسفة يا أختي لأني شكيت فيكي. تفضلي كوكي كلي هذا الحلو. سلفتي انتي بتعرفي انه انا ما بحب هاي الحلويات. هن رقاق وطيبين كتير، مثل شو بدي قلك، تماما مثل قلب بابنا حبيبتنا، لانه لولا كنتها يلي ما بتسمع كلمتها كانت رح تكون اسعد وحدة فينا بهالبيت بقلبها الطيب. بس بابنا ما عنده اي رأي بهذا البيت، لأنه قلبها الطيب بيخلي كل شي يمشي من ورا ظهرها ببساطة. هي حرام كتير مسكينة. لو أنا كنت محلة بالشي اللي عم بيصير كنت تصرفت تصرف تاني وجبرت لك انتي تضل قاعدة بالبيت، وإذا ما بتسمع كلمتي بزتها فوراً برا. بس حبيبة قلبنا بابنا مو قدرانة تعمل أي شي من هاد. سلفتي معك حق، بس انت بتعرفي كتير منيح انه بابنا ما فيها تجبر بنتها تعمل اي شي غصبا عنها، وهي قدام كنتا بنتها كلامها واحترامها مو مهمين ابدا، صح؟ وهلا بتشوفي كنتا رح تجهز حالها على اخر طرز وتمشي من البيت قدام عيونها وما تسأل عن رأيها كمان عادي، بس المسكينة بابنا رح يخيب ظنها كتير بكنتا. شبك يا عمتي؟ أنا قدرت أضحك عبيال ومثلت عليها كمان، وإنتي لساتك أكلي هم؟ يلا عمتي هلأ لا تاكلي هم بسبب بيال بالمرة، ماشي؟